أنتم من أدخل أجهزة التنصت إلى بيت الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أنتم من تواطأ مع الأمريكان في محاضر رسمية للتجسس ولمتابعة حركات الشيخ وتحركات جميع القادة. ومنظمة التحرير التي يقول الرئيس أننا سنتشرف بالدخول فيها وهي لا تتشرف بنا، إن قيادة المنظمة التي تنازلت عن أرض فلسطين التاريخية والتي أنهت الكفاح المسلح من الميثاق الوطني الفلسطيني والتي تنسق وتتعاون مع الاحتلال ضد أبناء شعبنا وفصائله والذين وصفوا المقاومة بالحقيرة والعبثية، هذه قيادة لا نتشرف بها ولا الالتحاق معها. ثم الرئيس الذي يتباكى على غزة، غزة المحاصرة منذ أكثر من سنة ونصف حصارا مطبقا، ومنذ حوالي 3 سنوات بعد الانتخابات التشريعية، كان الرئيس محمود عباس يطوف أرجاء العالم متنقلا في رحلات مكوكية، وكانت غزة تذبح داخليا والدماء تسيل بأيدي فلسطينية والكل ينتظر عودة الرئيس. وما هو معروف لدى كل زعماء العالم، حينما تحدث مصيبة أو كارهة أو مكروه أو كارثة في بلده، يقطع زيارته، يقطع إجازته، يقطع رحلته ويعود ليكون على رأس شعبه يعالج ويداوي. أما الرئيس الذي يبكي على غزة، كان أبناء الشعب الفلسطيني يقتلون داخليا بأيدي بعضهم البعض في غزة، حتى أصبحت غزة جحيما لا يطاق، وهو يطوف من بلد إلى بلد والآن يقول صبرا يا أهل غزة. فالمصائب التي حدثت لشعبنا وحالة الانقسام التي نحياها حدثت في عهد الرئيس محمود عباس، وهو المسؤول الأول عنها، وهو المسؤول عن كل تداعياتها، فهو رئيس الشعب الفلسطيني، وهو رئيس حركة فتح، وهو القائد الأعلى للأجهزة الأمنية البائدة. أما الحوارات فغريب أنه يتحدث أن حماس أفشلت المبادرة اليمنية. الناس لم تمت بعد، والحدث بالأمس القريب، ذهبنا إلى السنغال وسمع وفد فتح ما يسوءه من رئيس السنغال، لأنه تنكر للحوار وتنكر للاتفاق. ثم ذهبنا إلى اليمن وشهد العالم المساجلات والمناكفات التي تمت بين عزام الأحمد رئيس وفد فتح في اليمن وبين مستشار عباس على شاشة الفضائيات نمر حماد. فلماذا هذا الافتراء؟ وهل الشمس تغطى بغربال كما يقولون؟ حماس أبدت استعدادها للحوار، وأبدت استعدادها أن تذهب إلى كل مكان وأن تلتقي بأي إنسان في سبيل إعادة الوحدة لشعبنا وإنهاء حالة الانقسام. وأنتم تعلنون أنه لا حوار مع القتلة، لا حوار مع الانقلابيين، لا حوار مع كذا. والآن نحن أقدمنا على مبادرة لتهيئة الأجواء للحوار في القاهرة،
وأفرجنا عن جميع المعتقلين طرفنا، وتوقعنا أن يتم خطوة مقابلة بالإفراج عن معتقلينا في الضفة الغربية، والذين تجاوزوا 600 معتقل من أبناء الحركة، من خيرتها، من قادتها، من أساتذة الجامعات، من أئمة المساجد، من المدراء العامين، من الأسرى المحررين، حتى طال أذاهم كل مناحي الحياة ومؤسساتها هناك. إذ كيف سيكون هناك حوار ونجلس للمصالحة والسكين فوق رقاب أبناء شعبنا من أبناء الحركة، حركة حماس، حركة الجهاد، وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية؟ نحن لا نطلب المستحيل، نحن جاهزون للحوار غدا، وأن نذهب إلى القاهرة وإلى أبعد من ذلك إذا كان ذلك في مصلحة شعبنا. لكن فليقدم الرئيس على خطوة مماثلة، وأن يطلق سراح السجناء حتى تكون هناك الأجواء المناسبة. نحن لا ولن نخذل إخواننا في الضفة وفصائل المقاومة، ولا نتصرف كما تصرفوا حينما وقعوا على أوسلو وتركوا خلفهم آلاف الأسرى في سجون الاحتلال رهينة للنوايا الإسرائيلية. والحديث عن الوحدة الوطنية ممن لا يمارسها هو حديث ممجوج ومردود. الرئيس لم يمارس ذلك مطلقا. من خلال معايشتنا له واطلاعنا على كثير من الأحداث، لم يمارس دوره كرئيس للشعب الفلسطيني، وإنما مارس دوره كرئيس لفصيل. هل هناك رئيس يذهب قبل سنوات لجامعة بئر زيت ليشاركهم ويهنئ الشبيبة بفوزها على الكتلة الإسلامية وتقدمها بمقعد أو مقعدين في الانتخابات مجالس الطلابية، ولا يقوم بهذا الدور مع كافة الكتل التي تحظى بالفوز في أماكن أخرى؟ هل هذه هي الوحدة الوطنية؟ وهل هذه رئاسة للشعب الفلسطيني كله؟ وهل هذه أبوة لكل أبناء الشعب الفلسطيني؟ ويحضرني هنا مشهد في الحكومة العاشرة. في الحكومة العاشرة ساهم الأخ الدكتور ناصر الدين الشاعر، وكان وزيرا للتربية والتعليم ونائبا لرئيس الوزراء، ساهم بصفته محاضرا سابقا في جامعة النجاح وعميدا سابقا في الكلية الشريعة في أن يحصل وأن يمنح الرئيس محمود عباس شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة النجاح. فذهب مع الرئيس في موكبه، وعند أحد الحواجز الإسرائيلية قام الجيش الإسرائيلي بإنزال الدكتور ناصر الدين الشاعر من الموكب، فما كان من الرئيس إلا وأن استمر في موكبه وكأن شيئا لم يحدث. وزيرا